ابتسامة تخفي خلفها الكثير من الألم، هذا هو حال الكثير من أطفال الحديدة الذين بات الجوع والمرض مرافقهم الدائم. وفي ظل حرب الميليشيا على مناطقهم، يتسابق هؤلاء على كثرة أعدادهم للحصول على ما يسد رمقهم. إنها أحد أسوأ مظاهر المعاناة التي يكابدها هؤلاء في بلد يعاني ثلث سكانه من سوء التغذية. والأسوأ أن نصف مليون من هؤلاء هم من الأطفال، فيما يحتاج 7 ملايين شخص على الأقل لمساعدات عاجلة. أبحين أعلم بها الأرحم الراحمين، هذا المجاة أجلنا عام من يوم مبدأ الحرب، أدم وحنا أدم، خلوا حنا حال بتاعنا حالي، لا ندخل البحر ولا ندخل أي شيء طبيعي، ما نبحى إلا أرحم الراحمين. وكعادتها الحرب تحمل معها الكثير من الأرقام الصادمة. تقرير حديث للبنك الدولي يفيد بارتفاع عدد اليمنيين القابعين تحت خط الفقر إلى أكثر من 80%، وهو ارتفاع يصل إلى 30% عما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب. وهي أرقام تحوي حقائق صادمة بشأن بلد يسير حثيثا نحو الموت بسبب المجاعة في وقت لا يبدو فيه أفق الخلاص من هذه المأساة قريبا. لما أتي الحرب ذا جو أحنا أذاب أحنا جئنا وتبهذلنا بهذله. تتعظم آمال هؤلاء على الرغم من مشهد إحباطهم في التغلب على مأساتهم في ظل بلد يعاني من جوع للطعام والسلام معاً.